لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. الأولاد تحت الأرض مش عارفين نطلعهم، إحنا المواطنين مدنيين غلابة. لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. والله كل اللي يصير احنا نستنكره في دولة فلسطين الحبيبة من انتهاكات لحقوق المواطنين والنساء والأطفال، حالياً يصير قصف عشوائي بشكل غير مخطط له لمجمعات سكنية لناس عزل تحتوي على نساء على أطفال على رجال كبار بالسن. يعني جاي يضربون يستخدمون أسلحة يعني محرمة دولياً، يعني جريمة بحق الإنسانية، مو بس كإسلام، بحق الإنسانية كلها. هو يعني ماكو كلمة توصفهم غير الظلم. احنا كشعب عراقي ندين ونستنكر التصرف العدواني التي قامت به اسرائيل على الشعب الفلسطيني من قتل الاطفال وقتل النساء وتهجير المواطنين. يعني احنا صراحه كاعلاميين وكصحفيين ندين ونستنكر هاي الافعال الوحشيه اللي قاعد تصير بغزه وفلسطين كلها. الكل يعرف والكل متضامن مع الشعب الفلسطيني على هاي القضيه كشعب عراقي، واحنا كشعوب عربيه اسلاميه موحده نستنكر هاي الافعال الوحشيه من الاحتلال الاسرائيلي. احنا ويا القضيه الفلسطينيه، ولذا يصير فلسطين اباده جماعيه للشعب الفلسطيني والشعب الموجود في غزه تحديدا. اكيد فلسطين بقلب كل مسلم، يعني فلسطين هي حره عربيه، اي مسلم اي عربي ممكن يعني ما يقبل هذا الشيء اللي يصير به. لازم احنا نوقف ويا الشعب الفلسطيني بالمال، بالدعم اللوجستي، بالدعم الروح، بالدعم الاعلام. لازم اذا ما تكاتفنا واذا ما صلنا بهيك شيء، هاي احنا القضيه الفلسطينيه تخسر، القضيه الفلسطينيه تخسر. على هذه الارض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة.